الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدي ما هديت، وعاف ما عافيت، وتولى بما توليت، وارحم بما ترحم. يا الله يا الله يا الله، يا من جانا الغاصب يا غوثاه، اللهم ندعوك مضطرين بالصفات، بمصدر الاسماء سر الذات، بالعرش بالفرش وبالاملاك، بمصدر الاسماء بالافلاك، واجعل لنا من كل ضيق. يا خير الختام يا خير الختام يا خير الختام يا مولاي.